الأمريكيين الذين قتلوا، وتعلمون مدى الألم والحسرة وهذا الحدث المأساوي الذي تعرض له بعض الأمريكيين وراح ضحيته بعض الأصدقاء من جمهورية التشيك وغير والولايات المتحدة، ومن ثم فتعازينا لكم وللعائلات الأشخاص المفقودين. كذلك فإنه على مدار الأربعة أعوام الماضية عندما تقلدت مناصب حكومية وبعدها تقلدت منصب رئيس وزراء إسرائيل، فإن هذه المرة الأولى التي أرى فيها أدلة على أرض الواقع بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي حليف صديق لإسرائيل، وهذا هو واضح من النتائج. وكذلك لإثبات، هل يمكن إثبات عكس ذلك؟ ولكنني أعترف بهذا حتى على المستوى الشخصي، إن إسرائيل ليس لديها أي صديق في العالم بنفس القدر الذي تصادق به الولايات المتحدة الأمريكية تحت ولاية رئيس دونالد ترامب وفريقه المميز بقيادتك، وكذلك سعادة السفير وغير ذلك من الطاقم العامل في الحكومة الأمريكية. نحن شكلنا تحالفا من القلب، تحالفا عميقا. إن رئيس دونالد ترامب أعلن أن القدس عاصمة، أن القدس عاصمة لإسرائيل، كذلك فإن الولايات المتحدة تؤكد على سيادة إسرائيل على هضبة الجولان وغير ذلك من المناطق. كذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول قدر جهدها وضع حدا لإيران وبرنامجها النووي بفضل رئيس ترامب. كذلك فإن الولايات المتحدة إن تحاول تحقيق سلام بين إسرائيل وفلسطين، كذلك فبفضل رئيس ترامب حققت وأبرمت اتفاقية سلام مع الإمارات والبحرين والسلام. إن إسرائيل ممتنة كثيرة لما تم فعله على الأرض لك ولرئيس ترامب وكل أعضاء الفريق لتحقيق ودفع بعجلة السلام قدما على هذا الدعم وعلى هذا الزخم الذي شهدته إسرائيل بفضلكم. كذلك فإن حتى وكالة الاستخبارات الأمريكية تدعم إسرائيل وكل المؤسسات الأمريكية، فإن التعاون الاستخباراتي أصبح أكثر قوة مما مضى لتعزيز أواصر العلاقات بين بلدينا إسرائيل والولايات المتحدة. كذلك فإنه في المحافل الدولية إن أمريكا تدافع باستماتة عن حقوق إسرائيل وعن تصحيح المسارات، إنها لطالما تدافع عن إسرائيل طيلة مشوارها، ومن ثم فنحن مع ونحن داعمون لكل هذا الدعم. وأشكرك شخصيا على هذا الدعم الذي نستحوذ عليه من مساهماتك الشخصية ومن الدعم الأمريكي الذي نحصل عليه، حتى أنه بشأن شرعية إسرائيل. شكرا لكم وشكرا لرئيس ترامب وشكرا لهذا الدعم المتواصل للحكومة الأمريكية. هناك بعض النقاط التي أرغب في التعرج إليها وهي مسألة إيران. كذلك فإن هذا البرنامج يمثل أمرا غير واقعي. نحن نحاول طريقا حرا لدعم الولايات المتحدة الأمريكية لدحر الإرهاب. مع موقف إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط، إن العاصمة الإيرانية طهران لا يمكن أن تتمتع بحق الوصول لحرية في منطقة الشرق الأوسط. إن إسرائيل ممتنة تماما لك وللقيادة الأمريكية. إنني شخصيا ممتن لك شخصيا ولمساهماتك لدعمك ولتحالفك مع إسرائيل، وشكرا لتوسعة دائرة السلام في هذه المنطقة. شكرا لك صديقي العزيز، والكلمة لك سيدي.
Mr. Prime Minister, it is. دولة رئيس الوزراء. إنه لمن دواعي سروري أن أكون هنا معك اليوم. في الليلة الماضية استمتعت بالتمشية في مدينة ديفيد، والآن فأنا تسنت لدي الفرصة في التمشية في الشوارع الإسرائيلية في كل المدن. نحن نحاول جاهدين تحقيق السلام في هذه المنطقة، كذلك في منطقة الشرق الأوسط. كل هذه الجهود التي حققناها على منطقة الشرق الأوسط لتحقيق السلام، كذلك كما ذكرت فإن الرئيس ترامب دعم كثيرا عملية السلام في هذه المنطقة، وهذه حقيقة مبسطة وحقيقة بسيطة. إن القدس هي عاصمة إسرائيل. نعم، حققت ونجحت الولايات المتحدة في تحقيق ذلك طوال مساعيها التي دامت لعقود وعقود. أذكر هذه القصة عندما كنت أعمل موظفا في الكونغرس، ولكن بطبيعة الحال فإن الكونغرس الأمريكي دعم هذه القضية قلبا وقالبا. ولكن فإن مع الرئيس ترامب اتخذ هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالحقيقة. نعم، لقد تحدثت عن وزارة الخارجية وعن عملية الاستيطان. إننا نسعى جاهدين إلى تحقيق عملية السلام، وإننا ندعم بقوة عملية السلام وندعم دولتكم على المسار الصحيح وبالتوجه الصحيح. وكما ذكرت فإن اتفاقات إبراهام الذي قمنا بإبرامها مع ثلاثة دول، نحن نسعى إلى زيادة الدول التي سوف توقع اتفاقات سلام مع إسرائيل حتى تصبح هذه المنطقة خصبة بالسلام. هذه المنطقة بحاجة إلى السلام، وهذا هو المسار الصحيح الذي علينا أن نؤمن به، وهو الاعتراف بدولة إسرائيل في هذه المنطقة، سواء إذا ما كان ذلك على المسارات الأكاديمية أو على المسارات الواقعية. وهذه هي الخطوات الصحيحة على مسار السلام الصحيح. اليوم فبشأن القرار الذي اتخذته وزارة الخارجية ومعاداة السامية، فإن دولة رئيس الوزراء فإن الأمر يبدو إقرارا لواقعا حقيقيا، ولكننا علينا أن نخوض عملية السلام وأن نتخذ خطوات على الأرض. إن هذا الوقت هو الوقت الصحيح لاتخاذ كل هذه الإجراءات. نحن نرغب في دعم كل الدول التي ترغب في تحقيق عملية السلام، ونحن سوف نكون ملتزمين بكل الاتفاقات التي سنبرمها. إن موقف الولايات المتحدة دعمت إسرائيل بشكل لم يسبق له مثيل على مدار الفترة السابقة. نعم، هناك محادثات تمت صبيحة هذا اليوم بشأن موقف طهران، لقد ذكرت ذلك في كلمتك. نعم، علينا ألا نسلم بأن هذه الدولة الراعية للإرهاب سوف تعوث وسوف تستزيد في برنامجها النووي. نحن ليس لدينا أي نية في تهدئة هذا الوضع، ولكننا سوف نتابع فرض العقوبات على دولة إيران. وكذلك فإن موقف دولة سوريا ورئيس بشار وبشأن المجازر المرتكبة بحق الشعب السوري، وكذلك موقف فساد الحكومات، نحن ندعم الشعب الإيراني ضد الحكومة الإيرانية، وهذا هو موقفنا الواضح في منطقة الشرق الأوسط. كذلك فإن هناك بصيص أمل في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كذلك فإن القرار الذي اتخذته حكومة إسرائيل بشأن بدء جلسات المحادثات والوساطة والتسهيلات، وهذا النزاع الذي دام طويلا، علينا أن نزيد من عملية السلام ومن تحقيق عملية السلام في المنطقة وفي لبنان كذلك.
وفي في أغسطس آب من العام الجاري، فلعدة أسباب هناك حرية حركة تم كفلها لكل الأشخاص في منطقة الشرق الأوسط. كذلك فإنه تم فرض بعض العقوبات ضد إيران بشأن الصواريخ التي الحاملة للرؤوس النووية. هذه هي العقوبات. كذلك فإن الإجراءات المؤخرة التي تم اتخاذها بشأن عمليات التحقيق، فإننا نأمل في أن يكون هناك بعثة متعددة الأطراف لتنفيذ المهمة الموكلة بها. علينا أن نتعاون في جبهات عدة. دولة رئيس الوزراء، إنه لمن دواعي سروري وتكريمي أن أكون هنا بجانبك في هذا المؤتمر. إنني أدعم عملية السلام قلبا وقالبا، وأنا ممتن لك. شكرا لك، وشكر وأشكر إدارة ترامب، وأتمنى لكلينا الدعم والتوفيق النجاح بين بلدينا. شكرا لكم جميعا.